استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بحضور سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك والعميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي بقصر الصخير هذا اليوم عددا من الضباط والأفراد الذين عادوا من جمهورية اليمن الشقيقة سالمين غانمين. ويأتي هذا الاستقبال بعد مشاركة الجنود البواسل في أداء واجبهم المشرف بكل شجاعة وأقدام وعلى الوجه الأمثل لتحل مكانهم مجموعة أخرى في إطار مشاركة قوة دفاع البحرين المستمرة ضمن قوات التحالف العربي المشترك. هذا وتفضل جلالة العاهل المفدى يده الله بمنح الأوسمة التقديرية لهؤلاء الضباط والأفراد البواسل تقديرا لهم على قيامهم بواجبهم الوطني على أكمل وجه بعزيمة وإرادة صادقة في هذه المهمة السامية وبما يقومون به مع أشقائهم رجال قوة دفاع البحرين البواسل في مختلف مواقع عملهم وما حققوه من بطولات ونجاحات مميزة في المهام التي أوكلت لهم بروح معنوية صلبة وكفاءة عالية وحرصهم بأن تظل راية البحرين شامخة عزيزة دائما حيث قدموا الصورة المشرفة الرفيعة لوطنهم وإنهم دائما موضوع الاعتزاز والفخر من الجميع. مقدرا جلالته المشاركة المهمة والمتواصلة لقوة دفاع البحرين في عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل متكاتفين مع الأشقاء يدا واحدة حماية لأوطاننا وأمتنا العربية ولكل ما فيه خير اليمن الشقيق وشعبها العزيز. وعرب جلالة الملك المفدى عن تقديره للجهود التي يبذلها السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني باليمن للتوصل إلى حل سلمي لإحلال الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق. حضر المقابلة سعادة رئيس هيئة الأركان.